السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في سيتي سكايلاين. شغال على مشروع الداون تاون بعدني، كنت أجهز شوي أشياء بدري، بس حبيت تشوفون إمكانية الشارع. يعني أنا كان عندي القطار هني نازل، فرفعت حدود القطار شوية وحبيت أسوي تقاطع. الحين طريقة التقاطعات موجودة يعني بشكل شوية مختلف عن السابق اللي نحن عهدنا عليه من سيتي سكايلاين. يعني شوفوا، أول شيء الشارع نروم ناخذه من أي لين، شوفوا نقدر نسحب من أي لين نبغى، نقدر نسوي تحويل كامل للشارع. طبعا بالنسبة لفتحة نحن شو نبغى؟ بالشارع الأساسي. فأنا أبغى أسوي جسر إن سنس دائري كالعادة. إنزين، وليش أقول كالعادة؟ لأن أنا بالنسبة لي، وأنا أتكلم في هالشيء قبل، بالنسبة لي أنا عايش في مدينة، المدينة هاي تستعمل الجسور الدائرية، وأشوف الجسور الدائرية مش ناجحة فوق الناجحة. يعني هي أفضل جسور أنا أشوفها، يمكن ما يسوونها من حيث المساحات والتكلفات بعض الأماكن، لكن بالنسبة لي أنا أشوف هي الway to go، ولا طريقة العمل. يعني عرفت، يمكن بحكم أني رابي في هذه البيئة وأحب تقاسيم الشارع عندي. طبعا هبا نسوي 6 شوارع على أساس يناسب المخرج هذا، وبرد بحطيه الجسر بس هني 6 شوارع. هني بخليه، بشوف لحظة شو وضعه، بسوي له داون جريد إذا احتجت، لكن حاليا بخليه بالطريقة هاي. زين، فبشكل عام أنا شو بسوي؟ بحاول أني أجيب الجسر هذا وأحوله إلى جسر دائري ظرفي. كيف ظرفي؟ أنا اخترعت الجسر الحين ما في له مكان فعليا، يعني إذا تفكرون في الموضوع الجسر ما له مكان. شوفوا، أيوة الحين بيركب صح الطريقة هذه، هو داخل على دائرة ولا جسر بروحه. ومن هني نفس الكلام، مفروض يستوي إذا طلعت أنا منه شو شارع على أساس الناس تبدأ تطلع. طبعا هذا صحيح ياخذ مساحة، ولكن أول شيء بالنسبة لي شكله جميل صراحة، وثاني شيء أحس فيها عملية شوي من حيث المساحات المتوفرة حق الناس. يعني الحين نقدر ندخله هني، شوي بعد داخل الأساس يكون انحناء جميل، ويوم يجون يدعسون يروحون. طريقة هاي شوفوا، صار عندي جسر دائري. طبعا الجسر فيه احتمالات وايد، ولا أشياء واحد وايد يقدر يسويها. ممكن نخليه الحين هذا الجسر حتى هايوي 4 رايح راد، حتى ممكن ما يأثر على أساس الستركتشر ولا السرعة الناس اللي داخل عليها. حتى هذا ممكن ما أتصور بيسوي لي مشاكل، ممكن نخليه بالطريقة هاي شغال أفضل، ما أتصور إنه بيسوي لي وايد مشاكل. الحين هذا وايد بسيط، لكن حصل لي مدخل حق الناس. أنا ما بهني خطوط مشاة، ولا أقول لك دام السالفة شي خلنا نسوي الشارع كامل هايوي على أساس يفكنه ويكون مكتمل 100%. طبعا شوي في ميلانات، هذا من الابجريد تول، لكن عادي ترى على فكره نقدر اذا الحركه ضبطت انا اقدر اجيبه بالطريقه هاي، واجيب الهاي واي اسويه بالطريقه هاي ابجريد، ونفس الشيء بالطريقه هاي اذا مش حاب اهدمه. شوفوا، اسحب الموس مالي فقط، شوفوا الطريقه هاي يعدل لي قدر الامكان، شوفوا الفرق. طبعا ما بهني خطوط مشاة ابدا، هدوابير اساسيه ما بحط خطوط مشاة. ليش؟ لان هذا تهيئه حق أنا يوم الحين أبي مفتح مدينة جديدة اليوم بالطريقة هذه هني، أوكي؟ بزيد العدد السكاني ولا أي شيء أنا عندي، صح؟ الدخول والخروج منها يعني وايد مهم، ووايد ما صعب إنك تسوي حسابه قبل بوقت للأسف يعني. ولكن الحين هذا دوار، يمكن ما أتصور إنه أحسن حل حق هذا المكان، لكن ما نقدر نسوي جسر ثاني. بس بالنسبة لي حصلت مخرج من الاتجاه الثاني ولا مدخل، لأن هني مثلا عندي حادث الحين وقاعد ينسد. والطريقة التقليدية اللي حق هذا الجسر اللي أنا مسوينه الصراحة مش مثالية أبدا، مش حتى قريب مثالية، لكن مع النيو تولز مال سيتي سكايلاين نقدر نسوي أشياء عجيبة ونطلع جسور بطريقة عجيبة. على فكرة ممكن نسوي تحويل في نقطة الالتقاء ولا في الجسور اللي موجودة بشكل يعني لا متخيل، لا نهائي تقريبا. عندهم الابشنات بس الطريقة والله حلوة طلع شكله، راح اقتنعت فيه. الحين الشيء الثاني المخرج، المخرج ما بسويه الحين، انا ابغى اتخلص من هذا
ولا من هذه خلنا نقول المعضلة البسيطة اللي عندي، لأن الانترسكشن هذا معتمد على دوار، الدوار هذا فيه زحمة عالية طبعا، هذا يعطل الشرطة، المطافي ربع إلى آخره إلى آخره إلى آخره، كلهم يتعطلون مطافي. الحين ما حطينا، الحين بنحطها بكرة. فبالتالي شو بنسوي نحن؟ اللي نبغى نسوي، نبغى نسوي باي باس أو طريقة الناس تدخل الجسر ولا تدخل المكان هذا بدون ما تمر المعضلة هاي كلها. الحين واحد من اثنين، يا اني اجيب انترسكشن جديد كامل مثلا ضخم نفس هذا، او انترسكشن ضخم نفس هذا ونبني عليه مداخل ومخارج المدينة من اول وجديد، وانا ما اشجع هالشيء لان هذا كان الهدف الاساس منه، يعني خلنا نقول شيء داخلي قدر الامكان. وهالشارع اللي انا شوي الالجوريثم وانا مش مقتنع فيه، الناس تاخذ يترن غصب، او من الممكن ان نحطين احنا مدخل جديد للمدينة غير هذا المدخل. هالمدخل المفروض يخفف علينا زحمة المدينة على فكرة، الناس تبدأ تدخل من هذا الاتجاه. لكن ممكن نسحب بعد خط سابق ونطلعه كجسر. كيف؟ لان التول جديد شي خلينا نسوي، بدل ما الناس تدخل من هني، اني هني ناخذ لنا هايوي 3 لين من بدري، نسوي مخرج جديد. شوفوا مخرج جديد، الحين هالمخرج مش على الفاضي، الناس بتدخل من هني وتشوفوا نقدر نسحب الخط هذا بالطريقة هاي. لحظة بس خلنا نطلع بطريقة شوي ظل، طبعا لان المكان ضيق شوي فانا لازم احسب حسابي عدل. فشو بسوي؟ بحاول اني اجيبه بطريقة مختلفة، لان شو المشكلة بعدني ما اقدر ولا ما عندي اوبشن، الشارع فوق الشارع اوفرلابنج يعطيني، مع انه في القطار يستوي ترى. فمن الممكن جدا اني احاول احصل لي خط هذا الجسر ولا القطار اكمله سيده للاعلى. صبر خلنا اخبركم اساس انه يكون متوازن، جسر القطار هذا راح يكمل طريقه وين؟ طريقه هاي، شوفوا عدل انحناء جيد هي. زين، ونطلع منه الحين خط. الحين هذه الامور البسيطه اللي تخلي سيتي سكاي لاين في اداره الشوارع قمه الروعه صراحه. زين، ونقدر الحين ناخذ لنا درب جديد من الاعلى. ما ادري اذا حد فيكم صار يعني شوي غير منطقي تحسونه من ستراكشر نحن كعالم عربي، لكن اذا سافرتوا في اليابان او جيت ابو ظبي، ابو ظبي الحين في شارع اسمه السلام او القرن، جالس يسوون مشروع يعني كانه في اليابان صراحه، وانا شوي متحمس عليه. هو شارع الجسر فوق جسر ونفق وايد عالي، وهذا وايد بعد عالي. زين، والجسر وايد عالي لدرجه ان تشوفونه تحسونه كأنه في السماء معلق، لكن هذا الدول الضخمة ترى يسوونه، يعني مش إنه شيء غريب، بس نحنا نحسه غريب. ليش؟ لأن في العادة نحنا ما نحصل هالأشياء هني، لكن في مشاريع نفس هاي ما أعرف إذا صح التعبير يسمونها ميجا بوليس ولا وات إيفر، إن هذا اللي حطيته هني بيدخل في بطن الشارع. كيف سيتي سكاي لاين تسمح لي أحطي في نص الشارع؟ وات كان مساطير هاي بالطريقة هذه، وأبى أدخل مدخل للمدينة دايركت من عند مركز الشرطة قدر الإمكان. زين، ففي بعض المدن ولا بعض الأماكن بتحيدون أنا شوي أفكتد ولا شوي متأثر بالشوارع اليابانية، وهذا مشروع اللي في أبو ظبي أنا وايد أترياه يخلص صراحة. شكله بيكون وايد حلو بالنسبة لي أنا على الأقل يعني. خلنا نحطيه بشكل مائل أحلى بالطريقة هاي، فعادي جدا أن تحصلون أسلوب بالطريقة أنتم ما تتوقعونها. يعني أنت تقول يا أخي شو هذا، لكن في الواقع ترى شيء عادي. طبعا يكون سيدة أكثر، بس هذا جيد قدر الإمكان. بس هذه الجزئية مش عايبتني أنا. في ناس قد تستغرب تقول لك هذا كيف مش ممكن؟ لا هو ممكن، هو ممكن، لكن لان نحن
ما سوينا هذا قبل ولا ما شفنا هالمشاريع الضخمة عندنا قبل، قد نقول انه ليش انا هني ممكن انزله لان الارض نازلة فيطلع شكل الشارع احلى. زين، فمن ممكن جدا ان نشوف يعني مشاريع نفسها يوم تطلع. الصراحة انا بالنسبة لي من الجمالية اني بس اشوفها. فالحين هذا من الاشياء اللي انا شوي يعني متحمس لها صراحة كمشاريع في عندي ابو ظبي تخلص ان شاء الله، ان شاء الله اشوفها خالصة صراحة. وايد 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 في الموضوع داش في مخي، اشوف الحين شكل الشارع شوي افضل، لو من هني اقدر اعدله اقدر، بس حاليا ما بعطيه الاهمية زايدة. فالحين استوى عندي مخرج، ورا المخرج في مخرج ترى، ويمر من عكس القطار. وهالاشياء بتشوفونها بشكل طبيعي في بعض البلدان اللي وايد زحمه، تكلموا 80 مليون نسمه في طوكيو، من مجبرين هم يسوون شيء بالطريقه هاي. فلا تتوقعون ان هالشيء غريب، هالشيء ما يستوي، هالشيء عجيب. نحن طبعا قمه الزحمه عندنا لازم تبدا بهالمدينه، لان كل الخدمات تقريبا مصممه حق هذا المكان صراحه. فصار عندي مدخل هني، وصار عندي مخرج من هني، وسرعان ما قاموا يستعملونه. طبعا هذا المكان من الاماكن اللي بعد ما احتاج فيه خطوط مشاه صراحه، ما بالناس تمشي هني. وممكن اني هالشارع مشكله، هل اسوي له ابجريد ولا ما اسوي له؟ بسوي له ابجريد هني، بسوي له، شوفوا ما يرضى ابجريد بالعكس. انا هاي مشكلتي، ادق عليه رايت كليك ما يتغير بالطريقه هاي. هذا ممكن نسويه كمخرج مستمر ثلاثي، ومن هني ثلاثي، على اساس شو؟ على اساس الناس اللي تبي تطلع تقدر تصف يمين، الناس اللي تكمل سيده تكمل سيده، واللي يطلع من هني مخرج بعدين يروح الى شارعي. وهلم جرى هني ممكن يكون في خطوط مشابهة، لان هني في ناس ممكن تمر الى قسم خدمي جديد. ما اتصور بتشوف زحمة ناس هني، بس من الحلو اني احطي. فبالتالي بما انهم بدوا يستعملون هذا راح يخفف الضغط على الشارع الثاني. وها قلت لكم براكتس او شيء طبيعي جدا في بعض الدول يشوفون منظر نفس هذا، بتحصلون بعد شارع غير ياي، يستحدثون شوارع بشكل شوية مرعب صراحة. انزين، بخصوص المطافي، المطافي راح يكون من ضمن الجروب الخدمة اللي موجودة هنا شارعين. طبعا هني كبر الشارع شوي يسوي أزمة من حيث تصميم، لأن الناس تجي بالعكس تقريبا. فما بيكون من الجيد إذا أني مثلا، شوفوا هذا قلبة الشارع خايسة، إذا أقدر أسوي هني شارعين، وأقدر أسوي هني ما أدري أتشاور هني، لأن من هني الزحمة جاية. أوكي، هني شارعين بالطريقة هاي، على أساس شوي الزحمة عندي تخف. لو كان عندي الشوارع الضيقة أربعة كان بيحلي وايد مشاكل على فكرة، بس للأسف ما عندي. أقدر أسوي هني مخرج طواري إلى الهاي واي بعد، أو مدخل، بس أنا ما بالناس تستعمله كمدخل، وما عندي تول إني أخليه بس للطواري. شوفوا الزحمة كيف خفت، توزعت بين الشوارع خلاص. سبت شو؟ مفترق واحد بسيط، ولا شارع واحد بسيط حطيناه. المطافي من ناحية أخرى ممكن يغطي لنا يعني مساحة جدا ضخمة تشوفونها، واو ياخذ مساحة ضخمة بعد، يا الله. خلنا نشوف المبنى عن كثب، والله المباني جميلة صراحة في سيتي سكايلاين. هني نقدر نحطي استجابة كوارث، نقدر نحطي هليكوبتر، أظني بحطيه حق التغطية الحالية، نقدر نحطي تريننج تدريب للناس بس غالي، نقدر نحطي دراجات زيادة تزيد لنا تقريبا 5 سيارات مطافي. ولكن في الوضع الحالي أنا اللي راح أسوي بس راح الشارع لين هني، وراح أخلي مكان للمراجعات عند المركز المطافي بطريقة
قدر الامكان سيمتركل الطريقه هاي. هني بحطي حديقه. ليش؟ لانه خبركم الحين، لان نبى نسوي المكان قدر الامكان، لان المطافي ناس تتدرب دائما. اوكي، هاي من اكثر الشعوب اللي من اكثر المهن اللي تتطلب تدريب. فتلاقون من الجيد ان يكون عندهم مركز ولا ملعب كوره ولا شيء، لانهم جماعه يستفيدون من هالاشياء. هذا جنرالي في العالم، يعني من اكثر الناس اللي انا شفتهم يدربون، يمكن على حسب علمي وعلمي ناقص، لكن من اكثر الناس اللي تتدرب صراحه اللي انا شفتهم جماعه المطافي. نحط لهم باركن، يمكن ربعهم يجون يلعبون وياهم، ونحط لهم هناك كم شيره وممشى على اساس المكان يزين ويستوي اجمل. صراحه ما بنحط نخطوط مشاله، انا ما بحط لك. ايوه، خطوط مشاله بالطريقه هاي، ونبى بس خط يطلع من عند مركز المطافي، والشباب طالعين من مركزهم يتدربون ولا يصيرون يلعبون كوره، اللي يوقف سيارته يمشي عندهم وهل مجرى بالطريقه هذه. هذا صار عندنا شبه مركز مطافي، طبعا مش خالص 100%، لكن من الممكن جدا ان احنا شو نسوي، ندخل الحين الحدث الاساسي طبعا، الا وهو خلينا نرتب الشير اللي عندهم شويه. انا ادور الشير اللي يكبر مع الوقت يستوي طويل الطريقه هاي. طبعا هني احنا ما بنحط لهم على الاغلب، بس ما حصلت شارع صراحه. لو كان حلو اني احصل شارع فيه حق الطواري، يعني صراحه خلنا نشوف سيت الفكتشر. ما نبى هذا، نبى نعطي اشجار عند المطافي، ونحطي عندهم في نص الشير ايش بالطريقه هاي، على اساس يكون المدخل جميل واللي داخل دوامه يكون مستمتع الى اقصى درجه ممكنه. يكون الدوام عباره عن اكسبيرينس، ما يكون الدوام عباره عن شو، مجرد عمل انت رايح. طبعا هالمساحات قاعد تتعبى الكبيره عندنا ونحن نمشي في اللعبه ترى. يعني نحن قلنا شيء ثاني، هذه العماير انا لازم اتخلص منها للاسف، لانها وايد طوال ومنظرها مخرب. اكيهابارا، عفوا جنزه، فبنحط دكاكين ماكست هاوسنج بالطريقه هاي. هاي ما نباهني، عفوا نحط لين اخر حبه على اساس ما يبنوا على الشارع بالطريقه هاي. طبعا هذا كله راح يعني اهدمه على اساس ينبني مكانه شيء. الديماند بيرد يرتفع انا عارف، بس هذيل ما ينفعون يكونون هني لان بيخربون شكل المكان. بينما بالنسبه لهذا المكان الوضع مختلف. ليش؟ انا عندي هني مكان مسوينه حقهم في النص بدون ما يبنون في الاعلى. برنسبلز او نيو سيجنتشر بيلدينج، الحين بنبدا نستعمل في هالمدن لازم سيجنتشر بيلدينج شويه. زين، الحين نمد لنا شارع، اصغر شارع انا ممكن احصله. بالطريقة هذه، وهذا المكان بيكون بالخلف، يعني خلف العماير فعليا. خلنا نشل هذا صبر بالطريقة هذه، ونحط خلف العماير شو، باركينجز. باركنات مالي وايد غالية، فبنحاول نسوي لنا أشياء تزيينية جميلة بالنسبة للمكان هذا. بغيره على الأغلب في أندر جراوند باركينج بعدين. هذه المنطقة محتاجين مواصلات، نحط لنا سبوي إذا كان في بادجت. وسبوي وينه؟ عنا فوق صح؟ ممكن نوصله بالطريقتين، فإذا بحطيه بالطريقة هذه أروم أوصل السبوي. هني ما في سبوي، هني يحتاج مواصلات المكان، بس الهدف الاساسي مالي انا اوصل منو؟ جنزة. دام الهدف الاساسي مالي اوصل جنزة، ممكن احطيه بالطريقة هذه واخذ لي شارعين من تحت الارض.
الطريقة هاي. خلنا نعطي طول المايل بالطريقة هاي، وهذا عندنا نقطة وسط ما بين المنطقة هاي وهني، وترجع خلاص الداون تاون مالنا موصول، صار عندنا نقطة واحدة للناس تروح وترجع بكل أريحية يعني، عرفتوا؟ الشيء الثاني هذا ما راح ينتهي بالطريقة بالطريقة هاي، ترى مش جيد أبدا. الحين احنا عندنا شوي مشكلة كوست خفيفة، فبنبدأ نحط عماير وعقب بنحط اللي حولها. انزين، بس العماير مو بلازم تكون رصة عماير، يعني أول شيء المنطقة مناطق هاي من الجيد يكون فيها في النص أبقى أحطي مواقف. أنا لو خليت أماكن فراغة نفس هاي أحس كان أحسن، يمكن نعتمده بالطريقة هاي نقدر نحط لنا موقفين داخليات فعليا، زين، ونحطي عندهم اللي هي الهاوسينج اللي نحن ما قاعدين نحطي أساسا للحين بالطريقة هاي، خلف منو؟ خلف المجمع هذا، وعندهم مكان داخلي يقدرون شو يسوون فيه. لا إله إلا الله، يقدرون يوقفون في الباركن هذا ويروحون طبعا، لأن هالمكان راح أتصور أنه يستوي فيه زحمة طيبة. نحن استوى عندنا طلب الصناعي عالي، وعلى فكرة عندي 17 أرض أقدر أشتريها، بما معناه نقدر نشوف الريسورس مالنا، نقدر نمتد في بعض المنتجات اللي نحب، إذا نحب نسويهم. مثلا هل نروح برودكشن، هل عندنا خشب ناقص؟ لا، خشب عندي زايد. اللي عندي نقص فيه فعليا الجزر والقطن، فممكن نشوف لنا أرض زراعية قريبة منهم إذا أمكن طبعا، وممكن نحط لنا هني أرض زراعية صدقون. بس هني شو مخرب علي هذا؟ قطار. لكن لا هاي أرض زراعية، وأراضي زراعية وايد بعيدة يا جماعة، فإذا بستثمر أتوقع بيكون الاستثمار في صناعية نفس هاي، يعني لأن هاي صناعية الحين مالنا فعليا. ولا هاي إلكترونيك صناعية، ممكن نبدأ. خلنا نشوف الاير بولوشن شو اخباره. الاير بولوشن هذا ملعوزنا، يعني تخيلوا المفروض في اللعبه هذه الصناعيات والاشياء لازم تكون في مكان محسوب يعني بشكل مرعب، فبنبدا نسوي ناسس مكان جديد خلف هذيل حق صناعيه، وبنبدا نحط خدمات نقل حق الناس اللي هني. يعني كبدايه هذه الشوارع لازم تتحول لشوارع شوي أضخم من ما هي عليه، لأن هاي راح يتحول إلى مكان أساسي ترى، للمعلومة يعني. خلاص الحين هذا من الأماكن الأساسية اللي راح يعتمد عليها الصناعة عندي في المدينة هذه، فبالتالي راح أكبر الشوارع، راح أحط لهم background about عود هني على أساس يلفون على راحتهم، وبنبدأ نحول شوي بعيد. هذا التحويل زين، في ناس تقول أنت وهل مجرى ليش ترى المدن الفعلية بالطريقة هاي، في وايد مدن الحين حول العالم إذا تي تسألهم يقول لك أيوة كان هذا المكان في يوم من الأيام صناعية واستوى مكان الحين للبشر. ليش؟ هل هو سوء تخطيط؟ لا، بس أنت ما تقدر تحط اليوم 500 كيلو في مدينة جديدة 500 كيلو بعيد شو صناعية عن الناس. لازم يكون في سبب، لازم يكون في بنية تحتية، لازم يكون في مواصلات، لازم يكون في مجموعة أشياء ضخمة قبل الدول هذه ولا الناس هذه تبدأ تقرر أن شو لازم يستوي ابتعاد، أو الصناعية هاي تطلع مهني. الناس هاي كيف تعيش؟ تخيل أنت ما عندك بنية تحتية للمواصلات، أنت لا تحسب أنك أنت اليوم عندك سيارة وقادر تتنقل، لا، انت لازم تحسب حساب كل حد ساكن في المدينة في بالمنطقة يعني. اتمنى الرسالة تكون واصلة وواضحة، بس بشكل عام يعني ممكن نحط هنا
على اساس تفتح لنا ورش تصنيع واشياء ثانيه بيكون وايد اوكي صراحه. وحتى هذا نلغي، ابى 90 درجه تكون صحيحه من الشارع اللي ابا بالطريقه هذه. ممكن نحط لنا شارع وسطي، ممكن حتى هذا بالطريقة هذه تكون موصولة بالشوارع الأساسية، وممكن حتى هذا نوصل عندنا هني. ما يمانع الوضع، ولا الوضع مش سيء على أساس إنه ما نسويها. فهني راح تبدأ عندنا مشاوير. أدري في ماي هني، بس في ماي هني مكان ثاني بعد عندي. إنزين، فهذا ما يمنع ان نحن نبدا نتوسع في اماكن شوي خارج محيط الراحه مالنا، ونبدا ناسس خارجيا شوي شوي شو البنيه التحتيه على اساس تنقل الناس. هذا انا احسه ممكن جدا، بس هذا يلعب وايد، يعني يلعب فيه العرض والطلب. يعني هذا تشوفه الحين انت صغير، لكن خلال فتره صغيره راح يكبر. شوفوا الصناعيه عندنا الدماد مالها نزل، معناه عندي ولا الطلب مالها نزل، فمعناه اشياء ثانيه وايد راح تطلع الحين. صبر، خلنا نمد لنا شارع عرضي من هنا الطريقه هاي، نمد لنا شارع بالطريقه هاي اساس دخول وخروج الناس. ممكن اذا حابين نوضح هذا اكثر نسوي بالطريقه هاي. على اساس يكون افضل يعني كتنقل بالنسبه للناس ما بين المدينه ومدينه هاي. هذا طبعا التحجير هذا، ولا الحصى، ولا انتاج الحصى لازم نشله خلاص يعني، استوى شوي اكثر من اللازم صراحه، ولا مكانه سيء. وطبيعيا راح ينتقل الأماكن فيه، بتشوفون انتقالات، بتشوفون فيه أشياء، أشياء تتحرك من مكانها، وهلما جرها طبيعيا بتشوفونها. نحط لنا مدرسة بشكل، خلنا نقول هني نقدر نحط فيها خدمة مدارس حقهم، بس هذا وايد جنب محطة الإخبارات بزيادة. زين، خلنا أول شيء نسوي لنا شوارع خارجية وداخلية على أساس الناس تاخذ راحتها، قدر الإمكان في التنقل بالطريقة هاي. أنت بالطريقة هاي على أساس يكون في منافذ حق الناس تكون زينة، منافذ حق الناس تكون حلوة. الشيء الثاني، المدينة تتميز تورست اتراكشن. انا عندي نقاط، ليش ما افتح شيء فيه تورست اتراكشن ولا جذب سياح؟ لان هي مساله وقت قبل ان احنا الحين نبدا نحط المطار ترى. فاذا بنحط المطار خلاص، ويا سلام. انزين، ما عندي فلوس، طبعا ما عندي فلوس، كيف ما عندي فلوس؟ معقوله معقوله. انزين، سيجنتشر بيلدينج، اوفيس سيجنتشر، بما ان عندنا مكاتب هني. طبعا هالمكان افضل يكون مخشوش اذا قدرت، بيستوي بيكون فنان. ما باكسر شيء صراحه. ممكن نحط الاوفيس اتراكشن، هذا يعتبر يعني اوفيس مكاتب، ما اعرف كيف اشرحكم اياه. نحط المكاتب هني الطريقه هاي، يبغانا نحط حوله ديكور. هذا بيعطينا شوي بوستات واشياء. نقدر نحط اشياء كوميرشلز، ونقدر نحط محطه غسيل، محطه كوي، اشياء ثانيه، بعض المباني الصغيره كسيجنتشر بيلدينج. لكن حاليا انا مش مركز على هاي، انا مركز على اساس اسس المكان، اقدر خلال الفتره الجايه ولا خلال شيء احط اشياء نفس هذه، على اساس نبدا نشوف البحر والمدن كلها اللي حولنا. يعني مكان يكون استراتيجي حق واحد من هاي، ويجيب لنا سياحة بشكل أجمل ما هو عليه. انزين، في أشياء عندنا فيريز ويل، أشياء ثانية
ممكن نحطيها، بس هاي كلها تحتاج ميزانيات ضخمه. الميزانيات الضخمه قاعدين نحن نرفع حقها منو؟ القطاع الصناعي حاليا، على اساس القطاع الصناعي اذا تفاعل ويانا مثلا نقدر نقولكم تحسون خبصه شوي صح، بس لما يجي الوضع على اساس انك انت توازن مدينه ضخمه زين، خلنا نسوي شيء. انا اظن هني في ريسورسز بس انا ساحب عليهم صراحه، ما احس اني حاليا محتاجهم. ابى اسوي الارض هاي سيده مره صناعيه تاخذ راحتها، ابى احط هني قطار بعده المشروع قائم، ونبى نحط شيء بسيط من هني الشبكة شوارع الطريقة هاي عفوا الطريقة هذه، والحين نقدر نشبك. ترى الموضوع بسيط يعني، ما مش اختراع الذرة يعني، نقدر نحط هني بعد مدخل عرضي، لو انه شوي غلط بس عادي، هذا في الوسط ما احس وايد غلط فهذا عادي. ونقدر نمدل المنطقة الصناعية نفسها زونينج اصلا من شارع الدخول بالطريقة هذه حبة حبة زين، ونبدأ نحط الزونز مالنا هني كصناعيات وكمنتجين. هاي المنتجات المحلية اللي نحن قاعدين نصدرها من متى ندخل منها فلوس، هذه من الاسباب الرئيسيه حق هذه الاشياء. طبعا هني لازم يتضمن مجموعه خدمات كامله، حاليا احنا ما عندنا مجموعه خدمات كامله حق هذا المكان للاسف، فلكن مع الوقت شوي 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 شوي. والله هذا اذا ينتقل للصناعيه حاليا احس اتس ا جود ايديا، لانه وايد ضخم سبوي يارد، هذا وايد ضخم وايد ماخذ عني مساحه. شوفوا المكان ما قاعد يتطور بالشكل الكافي، على اساس ان احنا نطوره بنبدا نضيف اشياء تجذب الناس للمكان. مثلا انا لازم اسويهم اكبر حبه حبتين او ثلاث حبات الاماكن، على اساس ابدا احط اشياء معينه للناس تقدر تتمشى، الناس تقدر تسوي وايد اشياء يعني. انزين الحين هاي الوصل لهم صحيين صحي، المستشفى واصل لهم نعم، جريب يارد سيرفيس واصل لهم لا، ظني يكفي، بس نحتاج سيمتوريوم. سيمتوريوم بيكون في اتجاه معاكس. صبر قاعد ارسم الحين طريقة شوي خدمات حق المكان، وبنحطي حولها على اساسها عماير، ونحطي ممشى هني. طبعا احنا غيرنا التوجه من الحلقة الماضية لان استوى عندنا مدخول، فعليا ترى مدخولنا حاليا قوي يعتبر يعني، يعني بس نبني على راحتنا. انتوا لا تشوفون ال النقص اللي على شويه فلوس على ال 5 مليون 6 مليون، اي لان احنا قاعدين نتوسع ونحط خدمات حاليا جباره. خلينا نحط هنا خط مشاة، وخلنا نحط هنا بعد خط مشاة، خلينا نحط هنا بعد في الوسط خط مشاة للناس اساسا هتمشي. بس ليش انا اقول لكم هالكلام؟ لان نحن فعليا لازلنا نأسس اشياء، يعني طريقة الاشياء كيف قاعد تشتغل شوي شوي بتتغير من عن اللي تشوفونه. انا حطيت هني هذا هاي دنسيتي، اظني هاي دنسيتي ما بيطلع هني، ممكن نحطي عند المكاتب لورنت هاوسنج، بس لورنت هاوسنج احس اشكالهم مش ولا بد. عندنا الميديوم دنسيتي هي فكره ممتازه زين، ويمكن احافظ على الثيم هذا لانه كاسر الرذم مالهم. الميديوم دنسيتي قد يكون زين، بس اظني لازم اهتمهم واسوي نفس الحركة الاولية اللي هي، خلنا نشوف الفرق اول شيء وياكم. نحط المباني بالطريقة هاي اساسا نخلي الشوارع العرضية فاضية، اوكي بشوف الفرق بين شكل المنطقتين وما عيبتنا برد، شو بنهدمها وبرد نبنيها من اول وجديد.
فبالطريقة هذه يعني. لكن مشروع المدينة لازم يكون في أماكن زحمة، أماكن أفضل، أماكن فيها محلات، أماكن فيها أشياء شو ثاني. الحين واحدة من الديماندز هاي لورنت هاوسن أفورد لورن لور تاكس إن كم أزرزات لودن سيتي والله لا ما بسوي هالشيء. الحين المدرسة اللي مش عارفين وين حطيها من الصبح ممكن تلتقي، لأني حطيت خدمات مقابل الهيرسس سيرفيس والملعب، فهالمكان استوى عندنا حق شو؟ حق مدارس. خلينا نحط الجروب، نصغر البرش مالنا، نزيد القوة ماله على شيء زين. ريموف ماتشنج تايبس، هل بيحطي لي عشوائي؟ لا، بس ممكن نحط هنا اشجار. هني بعد ما ابغى احط شيء، ابغى احط اشجار. فبالتالي ماذا نصنع يا أصدقائي؟ شيء بسيط جدا، مشهد حلو، مشهد حلو للعماير، لأن هني في زحمة، في ناس. أشوف العماير اللي هني، والله ما أمانع أي شيء منهم، لأن هاي اللي عندهم باركنج وبنوا مع الباركنج، بس في النهاية هذا وجوده شوي سيء بالنسبة لي، ومحتاج أن هالعماير تكبر طوال. ليش؟ لأن بسوي قدامهم هنا نفس اليارد حديقة، ومع الحديقة راح نحط أشياء ثانية. إنزين، أنا الحين اللو هاوسنج هذا قاعد أتجنبه صراحة. ليش؟ قاعد أسوي ماتش حق شوي تعليم وقيمة الأرضية للمكان، على أساس أني اللاند فاليو، على أساس أني إذا رفعت قيمة المكان يزيد الاحتياج لمنه. شوفوا الحديقة هاي شو سوت، يزيد الاحتياج لقيمة الأرضية فيتطور العماير، ومن التطور هذا راح ناخذ أشياء أكثر. يعني هني مثلا عندي ملعب، ومش لازم يكون ملعب دائما، ممكن أحط لي حدائق بسيطة. نفس أنا عندي الحينة هذا مستحيل يركب، بس بجرب. هذا هني مثلا ما يستوي، زين حطي حديقة هني. أنا عندي موقف صح في الجانب هني، بعدني ما حفظت القياسات فسامحوني يعني، لكن ممكن احط حديقة هني، من هاي يستانسون الناس بالطريقة هذه، يجون الحديقة هذه يتمشون، نحط لنا كم شيرة يعني. حتى ال 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 الباركينج نفسه او الموقف نفسه ممكن نخليه شوي احلى، الناس تستعمله حق اشياء ثانية. هاي الاوفر لابنج هذه في اللعبه هاي اختلني مرات. ليش نسوي اوفر رايد حق السيستم هذا؟ لانه يخرب علي بعض الاشياء. الشيء اللي يركب تقريبا غير من شروط البوشز، البوشز هذا، ولو عندي لاين تول وال بيكون فنان. في عندنا سنابنج تقل عند الجراوند مود في كل الاماكن تقريبا، فشيء رائع جدا. الشيء الثاني هذا احنا قلنا بنغيره، هذا ما ينفع يتم بالطريقه هذه، هذا لازم يتم اندر جراوند. فشو بنسوي؟ هذا راح اهدمه واحط مكانه اندر جراوند، زين، واحط ممشى حول المكان. بما ان عندي حيز فراغي هني راح استعمله لاساس الناس تتنقل باريحيه بين المباني بدون مشاكل، والمواقف بعد بالطريقة هذه. أبى أحط محلين صغار هنا، بتشوف أشكالهم. ممكن نحط هذا على أساس يروحون الحديقة،
نسحب خط ثاني من الخلف. حطينا هني خط، هذا بنلغي المساحة ما عليك، إلى إشعار آخر يعني، وعلى الأغلب راح تتغير. أنا أشوف كيف شكله ما يتغير، هو تغير آخر شيء، استوالي ممر ضيق لسبب من الأسباب. هذا لا، هذا ممكن أن نحن حطينا شارع داخلي. أوكي، نوصل الشارع الداخلي بالطريقة هاي، ونحط لنا هني شوية محل. إنزين، وهني داخل نحط محلات صغيرة ما تلزق في الطرف الآخر بالطريقة هاي، يكون عندهم ممراتهم الخاصة. هذا طبعا الشغل اللي في العادة يستهلك وقت يكون بالطريقة هاي. هذا معظم الناس تطلب أشغال حاليا بالطريقة هاي، ولكن ممكن بعد نحن أساسا نزين المكان هذا تماما. لا تنسون هذا مركز المدينة، ونحن نبغى يوصل لأعلى مستوى ممكن، وهني بالطريقة هذه. الحين الاعتراض الدائم مالي هذا، ليش ما أقدر أوصله؟ ليش مش قادر أطلع منه شارع؟ كمان سيتي سكاي لاين صحصحوا معانا شوية يعني. الحين بنحط شيارة هني بالطريقة هاي، على أساس المكان يكون جميل قدر الإمكان، ونحط في النص بوشز. بوشز طبعا سهل يركبون easily. تتركم اللاين تول كان بيوفر علينا التعب هذا معظما. فالحين صار عندي داون تاون، صار ممكن هذا بعد نستغني عنه لحظة بما انه ما بنى، او ممكن عندي درب صدقون جاهز، مو مشكلة ما علي بيرد يبني بالطريقة هاي. انا اسف جدا ان في عندي هنا اشوف ممر مشاة جاهز بالطريقة هاي، فخلهم يردون يبنون ما عندي مشكلة. بس صار مركز المدينة مزين بشكل جميل يعني، وبشكل يوحي ان الناس جاية تسكن فيه باشياء وايد، ومنها بطريقة جميلة نحن رفعنا اللاند فاليو فعليا. ترى اللاند فاليو مهم وايد بالنسبة لنا، وعندنا هنا تغطية مطافي موجودة، تغطية شرطة من المدينة الثانية موجودة، تغطية تعليمية الحين شبه موجودة. بس يمكن هني المكان جميل لأنه ممكن نضيف هني فيه ثانوية جديدة، مع أن عندي مدرسة ثانوية هني أنا، بس أحسها بعيدة شوي صراحة، وبس شال للناس صراحة يعني، ما مو قضية. أنت هني شو السالفة؟ لاين واحد وهلما جرى. انزين، الحين الشيء اللي لازم ما ننساه طبعا، الحبيب هذا طبعا ابغى احط شيء وراه بالعكس داخلي ما يكون على الشارع. ما يحتاج، تعرفون ليش؟ لانه يقدرون يوقفون هني ويمشون الى المترو، فممكن هذا المكان احنا نستعمله كعندنا حاجه تجاريه، محلات صغيرة بالطريقة هذه، ونبدأ نزينها شوي شوي كشارع وخلاص. كان الله غفورا شو رحيما. بس هذه بهاي الطريقة نحن طلعنا يعني، أنا بالنسبة لي مدينة رائعة. انزين، امتداد هذه العماير الحين أقدر أحط عماير بسيطة هني حتى لو كانت زحمة ما عندي مشكلة. ليش؟ لأن هذه العماير راح تكون امتداد للعماير الثانية، بس أباها في مساحات محددة، وأبا أحطيها بطريقة معينة بالطريقة هاي. لا، أنت بالطريقة هاي. خلنا نوقف شوي سيستم حط بلوك كامل. خلاص حان وقت
توقيف السيستم هذا بشكل فعلي يعني. بالطريقة هذه تشوفون نفس الشيء. هذا يستحق معبر مشاة أحس أساس الناس تمشي المترو بالطريقة هذه. فبتشوف الحين أنت ليش زعلان مني إني حطيت شوي شوارع يعني. فبتشوفون الحين المدينة قامت تاخذ هيكل مختلف يمكن على اللي أنتوا شوي تعودتوا عليه. الحين بعيدة عن الداون تاون بنسوي نفس الشيء في عماير اللي هي المكست هاوسينج. بنيب المكست هاوسينج هذا بنحطي 4x4 كلهم الطريقة هذه. ها بخلي فاضي ما عندي مشكلة. بحط هنا 4x4 بالطريقة هذه. ويبالنا نحط لهم في راس الفريج مواقف هني ما بيستوي لها مكان. لكن المشكلة أنا أعرف أن هاي فيها محلات ولاحظت أن السيتي سكاي لاين في وجود المحلات تحب تسوي زحمة. فأبقى أسوي موقف واحد هني مركزي للجميع. ياليت كان الأندر جراوند شوي أصغر. وبتم على السيستم هذا المنطقة تقريبا كاملة يعني هني 4x4x4 بالطريقة هاي. وهذا راح يوفر لنا مساحات عمل. خلينا نخلي من الوسط فاضي 4x4x4 بالطريقة هذه. الحين هذه بتطلع يعني اشياء شوية حبتين مرتبات. على فكرة انا عندي نية في النص يمكن احط صفة رو هاوسينج بس قاعد اتشاور على حسب الشكل كيف يطلع. بس هذا مكست ما بين الرو هاوسينج وما بين المحلات. فبالنسبة لي هذا حاليا بالنسبة للمنطقة خليط شبه مثالي. بس اللي ممكن اسوي اني احط في النص على اساس ازين المكان شويه. حطينا لهم خلاص شو موقف واحد مفروض كلهم يستعملونه على امل. وبنرفع اجاره على اساس مش عيب انهم يروحون مكان ثاني في المناطق يستعملونه صراحه. لان اكثر من شيء انا ما بحطي حاليا. فهذا بخليه يعني شوي تكلفته عاليه بالنسبه للباقيين. كانه موقف مطار ممكن تعتبرونه. فبالتالي اقدر ابدا ازين المنطقة. كان عندي هاي الصغيرة ايوه هاي الصغيرة. ابدأ ازين كلوز شكرا مايلستون 12 فتح لنا شوي اشياء. الحين بنبدأ نزين المنطقة هاي على حظي الموقف ما خرب شيء. نزين ونحط محلات جدا صغيرة هني. لا تنسون هذا امتداد محلات. ففي الفراغات راح نستعمل محلات وفي محلات هني راح تتكسر الحين عقب شوي افكر يعني. وانا عارف هالشيء بس مو مشكلة. ليش؟ لأن نحن نبغى المكان هذا يكون لا في خطوط مشاة وايد. خلهم يمشون بالطريقة هذه. المدة الصوب الثاني فيها خطوط مشاة حلو. والله أفضل إني لو أغيره بدون خطوط مشاة. هذا راح يجبرني نوعا ما وأقدر أشله بعد شوي ما عليه. خلنا نحط هنا خطوط مشاة. هني لا هني نعم هني لا طريقة هذه. وفي النص ممكن نشتغل عليها ديتيلينج وأشياء بسيطة. لا هذه لازم خطوط مشاة عفوا. هني مش لازم لأن داشين على زحمة بالطريقة هاي. حتى هني ممكن نوصل خطوط مشاة شكلية على الأقل بالمكان هني نعم أساس يتوصل بالمكان هذا. هذا معناه عندنا ممشى له أول ما لها آخر فعليا إذا تفكروا فيها.
ممشى ضخم جدا بالطريقة هاي. وكان الله غفور رحيم. الحين صار عندنا منطقة يعني بالنسبة لي فيها جمالية عالية جدا. يعني شوفوا هني قاعد يستعملوا البارك. أنا ما لي هدف صراحة فعلي في البارك صراحة، لكن المكان قام يتحول من السيستم القديم ولا الريذم القديم اللي نحن كان عندنا، نحن حاطين اوريدي هني الميكست هاوسين كامل على اساس الناس تسكن في نفس الوقت تسوي اشياء ثانيه. لكن في نفس الوقت انا بحتاج بعد اللي هو هاي دنسيتي، ما عندي عليه طلب فعلي، انا ميديوم دنسيتي هاوسين ابى احطيه في ورا، ما بحطيه يمكن احطيه على الاغلب ميديوم دنسيتي هاوسين بالطريقه هذه، يعني 5 2 3 4 5 طريقة هذه، وهذا بعد يكون في ممشى خلفي وفي شوي شير، لكن هذا عساس يغطي عندنا الاحتياج الحالي عرفتوا. وهذا بعد لازم يتضمن نوع من انواع الحدائق مقابلهم مواقف وغيره واشياء ثانية، لان مثل ما قلنا في هذا الجزء المواقف تستعمل بشكل مرعب. يعني شوفوا هني ما يستعملوا موقف، هني 71% هذا فل، هذا بعد شبه فل، فالناس بتتوجه من هذا الحين لوين؟ للموقف الثاني، بما انه قريب وفي خطوط مشاة تقريبا تمد لكل حد كل مكان تقريبا تقريبا. انا ابى اذا زحمه ابى اتجنب الزحمه قدر الامكان. الحين نحن نقدر نحطي على فكره اللي هو وحده من مباني جذب السياح برونز ولا غيره، والجميل انها مباني كبيرة يعني عظمة. ميديفل كاسل وات، هذه مش هني ابدا، مش هني، هاي لها مكان جاهز هني. شوفون مكان جاهز ويبالها خدمات بروحه ودكاكين بروحه. اما بالنسبة للأوبزرفيشن تاور، والله هذه المدينة فوق المثالية ان الأوبزرفيشن تاور صراحة يكون هني صراحة. انا اشوف من احلى الاماكن اللي ممكن احط فيها الابزرفيشن تاور، لانه ماخذ سنتر رائع 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 رائع، كلمه رائع شويه فيه صراحه. كم نزلني دقني في الارض دقه ظني مدخول انكم يا الله. لكن اذا بيجيب لي ناس مش بس يسوى كلمه يسوى شوي يعني، بس هذا يتضمن بروح خدمات يباله. يعني مثلا مش منطقي عندي شيء ضخم نفس هذا ما في له مواقف له بحد ذاته، عفوا بالطريقة هذه. أيوة هذا منطقي أكثر شوي، بس لو أسوي له شفت شوي يسار، لا حبة يمين، الطريقة هذه بعد حبة يمين. آخ حبة يمين ونحط لهم، تعرفون شو ممشى متوسط لأن عند المدخل تقريبا. دوار في الوسط مرمشة، طبعا حاليا معظم الناس اللي راح تستعمله اللي ساكنين هنا يحتاجون موقف يعني فعليا، بس هذا يعني قمة الروعة قمة الروعة بالنسبة لي صراحة. هذا يتريى فور هيرسس، نحن اوريدي حاطين واحد هني وفي له ابجريدات اذا هم قاعد يستعملون 6 من 10. بروسيسنج سبيد يعني هذا معناه لازم ازيد مور سبيس فور هيرسس، هذه مشكلة. هذا ممكن نزيده، ممكن نحط شوي ابجريدات حقه على اساس المكان هذا يعتدل. بس هذا والله سنتر بيس ويدامه كل الجسور العجيبه. شوفون ممكن ازيد غرابه هالجسر بعد شوي بس على اساس يكون منظر. يعني في اماكن يوم تسافرون هالناس في الصين مثلا تروح مكان على اساس تشوف جسر غريب ترى، يعني فها شيء طبيعي ولا ستاندرد براكتس عند بعض الامور عند ولا بعض الناس. انزين الحين هاي المنطقه هالعمار ليش ما تبني؟ تبا لك يا ابني انت الوحيد اللي مخربش شكل المكان ترى، بس مكان فنان
مكان فنان، لا تقولوا مو فنان، مكان سوبر فنان. هني ما اعرف، عندي انا ميكست فيلينج اني انا لازم ازيد منطقة سكانية خفيفة هني، استغني عن المنطقة هاي مقابل مجموعة عماير. صراحة في شيء في بالي يقول لي سوها بالطريقة هاي هني، وحط لك هني يا خليل عماير زحمة. طبعا في نص العماير نحتاج ايدن سيتي، ما نحتاج نبا رو هاوسنج هني لان جانب المنطقة شوي يوم نبتعد احس من المنطقي. واحد اثنين ثلاثة، لحظة هاي كم انا صغرتها شوي صح، اربعة خمسة، لا هني بيكون اربعة بعد. اهم شيء حجم البيت نفس الشيء، هو براية الممر الخلفي براية. طيب اربعة هني اربعة هني اربعة، ونحطي دكاكين مش الحين لا صبر، هذا رو هاوسن قريب من المكان طبعا من البنية التحتية، لكن الوقت يداهمنا الباقي ان الحين ابدا احطي بعض العماير هني المكاتب، وابدا اسوي اشياء ثانية نفس شو. خلنا اول شيء اوصل لكم الشارع نفس توصيلات هاي تشوفونها، نحول التول بالطريقة هذه تشوفون. ف بالطريقة هذه شو راح يستوي؟ راح نتوسع في هاي المدينة ونبدأ نستعمل الفراغات حق بيوت، ولكن ما أقدر أتم حينها خلاص عقب الأشياء اللي سويناها، ما أقدر أتم أستعمل نفس الشيء بنفس الطريقة ترى. يعني لا تنسوا بيكون بعد عندي خط مترو داخلي من هني منطقة سكنية عالية الكثافة إلى منطقة مكاتب هني مثلا صح؟ أنا أنتظر هالمكاتب اللي أنا حاطنها، أنا أتصور سويت غلط بسيط لأن المكاتب اللي أنا حاطنها عبارة عن شو إخواني؟ مكاتب صغيرة. أنا أعتذر لكم وبشدة، فهذا خطأ مطبعي مني أنا وأعتذر عنه صراحة. فالحين شو بنسوي؟ بنحط مرة ثانية نفس الكيس، خلي المكاتب تطلع بشكل ضخم بالطريقة هاي. خلنا نهدم العماير بس على أساس أنا بغيت عماير هني طويلة ويبت العيد، عرفتوا؟ بالطريقة هاي، أنت بالطريقة هاي تعال، أنت بالطريقة هاي تعال، أنت تعال بالطريقة هاي، بالطريقة هاي، بالطريقة هاي، أنت لا بس كهني، أنت ما ينفع هني تكون أصلاً بالطريقة هاي. فهذا الحين راح يغير شوي، شوفوا استوى الداون تاون عندنا الحين شوي منطقي اكثر. كان لا كان سيء صراحه، كان سيء جدا بكل ما تعني الكلمه من معنى. الحين عندي العماير التجاريه بحطيهم بنفس المبدا هني تقريبا، بس هني بسويهم 5 في 5، بسوي هني 5 في 5 زائد 2 في شو اسمه، وهني بيكون 3 في 3 5 في 5 بعد نفس الشيء بالطريقة هاي. في عمارة صغيرة في الوسط عادي. يوه ما حل المكان يا جماعة، انا ما يعني طلع من بالي الموضوع هذا يا جماعة، يعني بشكل اساسي للأسف يعني. لكن شوفوا الطلب الديماند عندي كيف عالي. هذا يونا زوار، مينتنس 98%، امبلويز اتراكتفنس عالي. والسلام. طبعا احنا بنكمل هالمشروع الخطير، احس اني ابى اشل هذا واضيف قطار وابدا اعبي المكان ميديوم رو هاوسنج حول الداون تاون زين، بس
بحتاج أشياء نفس العماير التجارية هاي along the way. يعني مثلا مش من المنطقة منطقة سكنية هني بهاي الضخامة، حطيها 90 درجة وما في وراها مثلا عمارتين تجاريات، ناس طبيعيا مكان نفس هذا تبى تكسب. فإذا ما في عماير تجارية بالنسبة لي خلف مكان نفس هذا ففي شيء غلط، عرفتوا؟ أقدر ما أقدر أحط هذا ساوي بالضبط، بس محتاج أمدره الشارع شوي. لحظة بالطريقة هاي إن شاء الله يكون ضابط. زين هذه في الزاوية، يبين من طرف ثاني بنحط أشجار وأشياء ثانية. فمش من المنطقة إني ما الحين أشبع الديماند مالي مع وجود مدينة نفس هاي الضخمة الناس تتنقل فيها، وهذا هني يباله فعليا ترام. فبنبدأ نضيف مواصلات هني وبعض أشياء، لأن الكثافة السكانية اللي عندنا في نهوض وفي انتشار، فوايد أشياء عندنا راح تنخفض معدل خدماتها، المدارس الأشياء هذه. بس عندنا كمدخول حاليا نحن قاعدين نطير. ليش؟ واحدة من الأسباب المنطقة الصناعية الجديدة not enough electricity. يا حبيبي يا حبيبي شو اللي قاطع عنكم الكهرباء انتو؟ not enough electricity ليش؟ ها بحلها بعدين ما علي، بس أتصور إذا يبلهم حاليا حاليا بس حق الحين هاي فولتج لين يا الله جبت العيد من هني مثلا نقدر نخلي اندر جراوند بعد لهني حاليا ممكن يحتاجون هاي فولتج لين وانا ما حطيت لهم هاي فولتج لين not enough lack of high skill laborers. هذا شو يحتاج efficiency network quality. زين الشيء الاخير منطقه ضخمه نفس هذه، زين عفوا اللي هي هني اللي بتتوصل كامل الفراغات ان شاء الله بتتعبى، مش من المنطقي ما يكون عندهم انترنت تيليكوم تاور. الله ميديا بودكاست ريكونيشن نتورك كامل كامل. هذا انت وينك حبيبي وينك؟ هذا الشيء اللي نحن ما سويناه له. تيليكوم تاور الحين هايين يحتاجون انترنت وربع. واو شوف المنطقه اللي يغطيها تيليكوم تاور، بيكون المكان المناسب له عند هذا الحيز صراحة هو أنسب مكان هتشوفه. مليون حطيته بمليون، ما في لها أبجريد. هذا يعطيهم كل شيء تليكومنيكيشن لونج رينج سيلر نتوركس اللي هو مال التليفونات، also houses local media headquarters increase entertainment city wide attracts tourists يجذب السياح. يعني هذا يعني win win situation. الحين الراديو الثاني ترانسميت داتا ترافيك سيجنالز تي في امرجنسيز. الحين هل هالاثنين بالضبط نفس الشيء؟ ما ادري، بس هذا ميديا برودكاست يعني نفس الشيء تلفزيون وغيره. لونج ريس سيلولر نتورك اوكي معناه نفس الشيء خلاص، معناه نحن صار عندنا اصلا حق الجماعه هني انترنت. يعني مستوى السعاده طير عندي بشكل مرعب جدا. شو اللاند فاليو هني؟ لاند فاليو مالي هني تريليون يا جماعة، لاند فاليو تريليون. تعرفون شو تريليون؟ بس هذا لأنه أتراكشن يحتاج الفاليو مالي يكون أتصور أعلى من باقي الأشياء. هذا بعدين بنشوفه يعني شو بيسوي لنا، لكن على ما يبدو رفع الدماغ كامل. مشكورين على متابعة الفيديو، كان معكم خليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.